القوات المسلحة المصرية تواصل عملية الشاملة سيناء 2018 وتؤكد في بيانها الثالث: نطارد العناصر الهاربة وضربات جوية لتجمعات الإرهابيين. جولات تفقدية لقيادات الأمن في الشوارع بالتزامن مع عمليات الحرب على الإرهاب في سيناء. مجموعة من الأحزاب المصرية تؤيد جهود الدولة في حربها وتطالب المواطنين بإعلاء الروح المعنوية لقوات الجيش والشرطة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة بتبني مبادرة لتمكين ودعم شباب الباحثين الأفارقة خلال افتتاحه المنتدى الثالث للعلوم والتكنولوجيا. وزارة الصحة تطلق غدا الحملة القومية لتطعيم 16.5 مليون طفل من شلل الأطفال. وهيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدا مع توقعات بسقوط الأمطار.